السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده فيديو جديد وهيكون مهم جدا بالنسبة للقنوات الجديدة أو القنوات المبتدئين. إزاي أنا حصلت على أكثر من 1000 مشترك، وإزاي حصلت على أكثر 4000 ساعة، وإزاي والأهم إني أنا فعلت قناة للربح. ده أهم جانب في المولود بتاع قناة اليوتيوب. أنا لي سنتين بحاول إني أقدم، يعني بحاول إني أنا أفعل قناة الربح، ولكن مستحيل، لدرجة إني يأست خالص، لدرجة إني أنا كل شوية بفتح فيديوهات النت، بشوف كل شوية، يعني بكتب أنا إزاي أحصل على، إزاي أنا أفعل قناتي. وقناتي زي ما شايفين تم الحمد لله الحصول على أكثر من 10000 مشترك وأكثر من 4000 ساعة. منصة يوتيوب في 2020 ليست هي اليوتيوب التي كنا نعرفها في سنة 2014، والتي كانت مليئة بالثغرات وعدم المراقبة وتحقيق الربح في نفس اليوم. دلوقتي يوتيوب اختلف تماما خالص، والشروط والسياسات بتاعته يعني صعبة جدا جدا. تعالوا نشوف الأسباب والحياة اللي أنا واجهتها في القناة بتاعتي، وأدت إلى أنا يعني لمدة سنتين يعني مش عارف أنا أصلا أفعل قناة الربح. تعالوا نشوف المشاكل اللي واجهتني. الفيديو ده يعني للناس اللي حصل على أكثر من 4000 ساعة و1000 مشترك، تمام. الفيديوهات الخاصة، في ناس بتعمل فيديوهات خاصة بتقوم جمع 4000 ساعة، ثم بعدها يجي الفيديو يعني خاص، يعني عشان الفيديو بتاعه فيه حاجات مخالفة، فده برضو مرفوض. الفيديوهات الغير مدرجة، الفيديو الغير مدرج كذلك يجب عليك عدم نية ترك المدرج في المراجعة، لكن برضو كذلك في ناس برضو بتحذف في فيديوهات لما يوصل 4000 ساعة. الفيديو اللي هتحذفه محذوف من 4000 ساعة، يعني الفيديو بتاعك حصل حوالي 200 ساعة، لو حذفته بيتحذف منك 200 ساعة، فتحاول اني تعمل فيديوهات وما تحذفش اي فيديو. والمشكلة اللي جبرتني اني انا كانت فيديوهاتي مكررة. طب ما هي الفيديوهات المكررة؟ المحتوى المتكرر هو المعد المعاد استخدام، وهو بكل بساطة تحميل فيديو من اليوتيوب أو من أي مكان آخر تقوم بالتعديل عليه ورفعها مرة أخرى أخي على اليوتيوب، فهذا مخالف لن يتم تحقيق الربح من قناتك بهذه الطريقة، وسيتم منعك من إنشاء قناة أخرى على حساب الجيميل. في ناس برضه تأخذ ملخصات كرة القدم، ده الفيديو ده يعتبر من أهداف المباريات وغيرها، فلم يتم قبولها لأنها مخالفة ولها ملكية خاصة. والمشكله اللي جبرتني الموسيقى، في ناس برضه بتقع في نفس الاخطاء ده. الموسيقى يمكن ان يكون فيديو بالكامل من صنعك انت وتصويرك انت ومجهودك، ولكن يوجد مقطع صوتي او اغنيه عليها حروف طبع او نشر، فهذا مخالف لليوتيوب، فيتم توقيف قناتك او يتم عدم تفعيل قناتك للربح. نقل فيديوهات من قناه الى قناه اخرى، اذا كنت تملك قناه وحدث بها مشاكل او تم غلقها وقمت برفع الفيديوهات مره اخرى على قناه اخرى، فلا تقبل هذه الفيديوهات وتعتبر معاد استخدامه او محتوى متكرر. لا تقع في رفع قناتك بسبب محتوى معاد استخدامه، وهو تجنب هذه الفيديوهات، وتقوم بعمل فيديوهات من تصوير. الكل منا يمتلك تليفون يمكن تصوير فيديوهات وتقوم برفعها على اليوتيوب، لذلك تكون تخطيت مشكلة المحتوى المتكرر. وايضا الموسيقى، تجنب اخذ اي ملف موسيقي من اي منصة سواء يوتيوب او فيسبوك او من اي مصدر. يوتيوب عملت برضو مكتبة صوتية فيها برضو ممكن تقدر تستخدم فيها الحاجات الموسيقى مع الفيديو، وتعمل عليه تعديل برضو. ايضا يوجد مكتبة برضو موسيقى خاصة زي ما ذكرت، ممكن تحميل منها ما شئت وادراجها على جميع الفيديوهات، وهذا شرعي، وسيتم تفعيل ربح على قناتك حلقات البث المباشر الصن، وهذه ايضا سبب رفض تحقيق الربح على القنوات. وهذه الفيديوهات ليس لها اي قيمة، ويعتبرها اليوتيوب فيديوهات بلا قيمة. في ناس بتعمل فيديوهات بشاشة سوداء، ده يعتبر مرفوض تماما تماما. ايضا سبب رفض تحقيق الربح على قناتي، وهي تتكون من بعض الامر يجب مراعاتها في صناعة الفيديوهات، حيث يتم تجنبها وتكون عائقا في تحقيق الربح. محتوى غير مرغوب فيه، وبرضو ايضا في محتوى الذي يكون مشاهدة عري ومشاهدة جنسية. في محتوى برضو بيكون بينتهك حقوق المحتوى الكتابي. ما هو المحتوى الكتابي؟ يعني تقوم برفع فيديوهات مكتوبة بس فقط، ده يعتبر مخالف يوتيوب برضو ايضا، حيتم ايقاف او عدم قبول تفعيل الربح من القناة بتاعتك. المحتوى الكتابي، ما هو المحتوى الكتابي؟ يعني تقوم برفع فيديوهات الصور مصغرة المضللة او المخادعة او المسيئة، بمعنى يضع صورة تجذب الصور والصورة مختلة او مختلفة عن محتوى الفيديو، أو صورة مثيرة بشكل كبير. لا شك في ضرورية استخدام الصورة المصغرة، فهي مطلوبة في تحقيق الربح، ولكن
أن تأخذها بعناية جدا. من أكثر الأشياء التي تكون عائقا كبيرا في تحقيق الربح من اليوتيوب أن يكون صاحب القناة يقوم بوضع عنوان هو وهمي مخادع لجذب الصور إليه، ولكن محتوى الفيديو مختلف تماما عن العنوان، فلذلك يتم الرد برفض القناة في مراجعة. وأخيرا وليس أخيرا، لا تحاول خداع اليوتيوب بفيديوهات مخالفة حتى تظن أنه سيتم قبولك في تحقيق الربح. أخي الكريم وأختي الكريمة، القناة تقوم بالمراجعة من خلال الريبورت، وهذا مهمته كشف المحتوى المتكرر أو المحتوى معاد استخدامه. فأنا تخطيت الاختبار الأول، توجه القناة إلى مراجعة دوريا، بمعنى أن اليوتيوب يضع شخصا مسؤولا يقوم بالتدخل على الفيديوهات ومشاهدتها كاملة. إذا وجد هذا المسؤول أي مخالفات مما شرح سابقا فلن يقبل قناتك، وسيتم رفض القناة في تحقيق الربح. لو استفدت من هذا الفيديو فلا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ما أحصاها ويجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء